إذا كانت المنطقة الآمنة بعمق 5 كيلومتر كما تم تسريبها، فإنها ستضم بشكل تقريبي المدن التالية: المالكية، القامشلي، عمودة، الدرباسية، رأس العين، تل أبيض، وعين العرب كوبانه، وهو ما سيؤثر على الوجود الكردي على الحدود الجنوبية لتركيا، حيث تعتبر أغلب المناطق المذكورة ذات أكثرية كردية. أما إذا كانت المنطقة بعمق 30 إلى 40 كيلومتر، فستضم إلى جانب المناطق السابقة مدن وبلدات: تل حميس، تل تمر، أبو راسين، المبروكة، وسلوك.